لي عهد إمارة أم القوين ولجانب سموه سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلى والشيخ أحمد بن عبد الله المعلى والشيخ راشد بن أحمد المعلى قائد عام شرطة أم القوين وعدد كبير من المسؤولين ومحبي هذه الرياضة العربية الأصيلة. يتفضل الآن سيدي بتكريم سعادة خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي اللي أيضا ساهم وما قصر في نجاح هذا المهرجان. يستاهل أبو حمدان، ألف مبروك على التكريم، كرم بخنجر ذهبي وشهادة تقدير أيضا ومبادرة جميلة ولفتة جميلة من سيدي ولي العهد حفظه الله ورعاه، ألف مبروك. أيضا الآن نأتي إلى تكريم الإخوان الفائزين. الشوط الأول كان لخطيرة أيضا اللي أعلنت الخطر لسمو الشيخ عبد الله بن أحمد المعلى، وأيضا فازت بالسيارة والخنجر المقدمة من يراح بن سالم الاجتبي. علي بن مهير بن بليشة يستلم الخنجر، خنجر خطيرة، خطيرة رعية الشوط الأول حصلت على الخنجر والسيارة، يستاهل بو فيصل، ألف مبروك. الشوط الثاني كان كلام آخر لأهالي سويحان وأيضا معدية ملك سمو الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد الهيان، فازت أيضا بشوط المهجنات الأول وسيارة، هذا هو أحمد بن خلفان بالصايغ المزروع الجنتلمان، يستلم ويكرم من سيدي قبل سيدي ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه، وتهانينا لأبو هزاع سمو الشيخ سلطان بن زايد آل الهيان حفظه الله. الشوط الثالث وكان شوط الجعدان المفتوح، وخنجر الجعدان ذهبت للشعار الأزرق شعار النصر لمزعل لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الخطير، ألف مبروك. وكل الشكر والتقدير لأبو راشد على دعمه لهذا المهرجان. أيضا هناك البكار المحليات صاحبة الميدان لها كان كلام آخر وتميز، الكايدة ملك سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى مضمرها سالم بن خلفان بالشاوي الغفلي أيضا، ويكرم سمو الشيخ أحمد أيضا يستلم التكريم من سيدي ولي العهد عيسى بن خلفان بالشاوي، تكريم الكايدة اللي استحقت التكريم. هناك أيضا صاحبة الميدان دجلة، دجلة اسم قوي مميز، ملك الشيخ راشد بن أحمد بن عبد الله المعلى أيضا قائد عام شرطة أم القوين، استحقت أن تتوج من قبل سمو ولي العهد حفظه الله، ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك، وكل الشكر والتقدير لسيدي سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى على تفضله بتتويج الإخوان الفائزين. شكرا لسمو الشيخ أحمد بن سعود المعلى، شكرا للشيخ أحمد بن عبد الله المعلى، الشيخ راشد بن أحمد المعلى قائد عام شرطة أم القوين، شكرا لسعادة السلطان.